في الشكل بين ماذا يحدث للسلك بعد إغلاق المفتاح، ثم فسر ماذا يحدث إذا عكس اتجاه المجال. أولا، إذا أغلق المفتاح سوف يسري تيار كهربائي بهذا الاتجاه، إذن هذا هو اتجاه التيار الكهربائي. الآن نلاحظ أيضا أن اتجاه القوة المؤثرة على أضلاع السلك هي للداخل، لأنه بهذا الاتجاه لدينا هنا المجال المغناطيسي X، يعني أنه داخل. إذن هذا هو المجال المغناطيسي. التيار الكهربائي لنفرض أنه بهذا الاتجاه إلى الأسفل، إذن هذا طبعا التيار يسري في جميع الاتجاهات إلى الأعلى وإلى اليسار وإلى الأسفل وإلى اليمين، وسوف ندرسها في جميع الحالات. الآن التيار إلى الأسفل والمجال المغناطيسي بهذا الاتجاه، نسير من التيار إلى المجال المغناطيسي وهو عكس عقارب الساعة. إذا نختار المحور الثالث للقوة بأن يكون موجب. إذا هذه القوة وهذه تعني أنها للداخل. إذا سوف ينكمش هذا السلك ويتقلص، وبعد عكس اتجاه التيار تنعكس أيضا اتجاه القوة وتصبح للخارج، ولذلك سوف يتمدد الحلقة وتصبح شكلها دائري تقريبا. أيضا إذا عكسنا الآن اتجاه المجال، بعد عكس اتجاه المجال سوف يتحرك للخارج القوة وسوف تتمدد الحلقة. لندرس الآن اتجاه القوة في جميع الحالات. الآن هذا التيار إلى الأسفل، إذا كان التيار بهذا الاتجاه في هذه الحالة يعني، والمجال المغناطيسي أيضا جميع طبعا الحالات تكون بهذا الاتجاه، فإن التيار مع المجال المغناطيسي هو عكس. إذا نختار أيضا المحور الثالث للقوة بأن يكون موجب. أيضا هنا المجال المغناطيسي، التيار الآن بالحالة أن يكون مثلا بهذا الاتجاه، التيار مع غين مع عقارب الساعة. نأخذ المحور الثالث القوة يكون سالب، أما الحالة الأخيرة بأن يكون التيار إلى الأعلى والمجال المغناطيسي بهذا الاتجاه أيضا مع عقارب الساعة، فنختار المحور السالب للقوة ويكون بهذا الشكل.